السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال الصف السادس الابتدائي أهلا وسهلا بكم يلا نبدأ مع بعض المراجعة النهائية الفصل الدراسي الثاني والنهاردة معدنا مع أول نموذج متوقع لاختبار نهاية العام وزي ما احنا, مع... وزي ما احنا عارفين اختبار نهاية العام عليه 30 درجة السؤال الأول لسنينج أو سؤال استماع وعليه ست درجات يا ولاد أربع جمل هختار الإجابة الصحيحة وكل جملة عليها درجة ونص والسؤال ده من الأسئلة البسيطة والسهلة أنا هنتظر المستر بتاعي يدخل يا أولاد يقول لي الليسنينج أو الاستماع يعني هنا السؤال اللي قدامي ده بيقول لي نمبر one You should be not and kind to your neighbors يعني هيدخل المستر بتاعي هيقول لي You should be polite and kind to your neighbors فأنا أحط دايرة على كلمة polite يعني مهذب يبقى ده سؤال بسيط نمبر 2 هيقول لي يو كان فالنتير ات لوكال تشيرشز يعني تستطيع ان تتطوع في الجمعيات المحليه ونمبر 3 هيقول لي is از uh, انترستينج يعني العمل التطوعي ده حاجه شيقه وهيقول لي كمان يو كان ريدوز ويست المفروض ان انت تقلل النفايات او الفضلات بتاعتك ان help the environment وتساعد البيئة يبقى السؤال الاول يا ولاد listening او استماع اربع جمل عليه ست درجات كل جملة درجة ونص وانا مش بجاوبه لوحدي غير لما يدخل المستر بتاعي ويقول لي الاجابات اللي انا المفروض احط عليها دايرة من اول السؤال الثاني بقى نبدأ نركز السؤال الثاني choose the correct answer اختار الاجابة الصحيحة from A, B, C or D هنقرا الجمله اللي قدامي دي كويس جدا ونقرا الاربع اختيارات اللي قدامي واختار الاجابه الصحيحه نمبر 1 بيقول لي ذا نوت از ذا بيرسون هو تيلز ذا ستوري الشخص اللي بيحكي او بيخبر احداث القصه يا ترى ده بنسميه ناريتور الراوي كاركتر شخصيه اندنج نهايه ولا مورال يعني مغزى طبعا الشخص اللي بيروي احداث القصه يا زي ما احنا قلنا في يونت 9 اللي هو ناريتور اللي هو الراوي بتاع أحداث القصة. Narrator. نمبر 2 بيقولي I have one son يعني لدي ابن واحد and two نقط ولدي اتنين إيه بقى؟ daughters, players, markets, jokes. طبعاً هنا son يعني ابن و daughter يعني ابن يبقى لدي ابن وابنتين يعني ولد وبنتين. نمبر uh, 3 بيقولي gold اللي هو الذهب was a popular metal يعني كان معدن مشهور for making نقط لصناعة نقط and art to sell والحاجات الفنية عشان يبيعوها يا ترى الذهب ده كان مشهور في صناعة ايه؟ paper الورق furniture اللي هو الأثاث jewelry المجوهرات ولا weapons اللي هي الأسلحة طبعا الذهب ولسه لحد دلوقتي مشهور في صناعة jewelry اللي هي المجوهرات فور بيقول لي ancient Egyptians قدماء المصريين used iron استخدموا الحديد to make agricultural tools عشان يعملوا منه بقى أدوات الزراعة and نقط وحاجة تانية weapons ولا baskets ولا mats ولا beds يعني استخدموا الحديد لصناعة weapons اللي هي الأسلحة ولا basket اللي هي البساكت يعني ولا mat اللي هي السجاجيد ولا bed اللي هي السراير طبعا استخدموا لصناعة weapons اللي هي الأسلحة ده كان السؤال التاني يا ولاد سؤال اختار الإجابة الصحيحة تعالوا بقى ننتقل لـ question 3 read and complete the text with the words in the box عايزين نقرأ النص اللي قدامي ده واكمله بالكلمات اللي فوق كل كلمة في المكان المناسب ليها churches يعني جمعيات خيرية ولا give يعطي teenagers المراهقون fundraising جمع الأموال ولا friendly يعني ودود من أول السطر هنا بيقولي helping your community مساعدة مجتمعك is very important دي حاجة مهمة collecting money for churches جمع الأموال للجمعيات الخيرية is called نقط ده بنسميه نقط الكلمة اللي هتنفع من اللي فوق دولت يا ولادها مين يقول؟ أكيد طبعا عرفتوا الإجابة اللي هي fundraising اللي هو جمع التبرعات أو جمع الأموال باجي هنا في number one واكتب fundraising بعد كده بيقول لي it helps نقط وبيساعد نقط get the money ان هم يحصلوا على النقود زينيد اللي هما محتاجينها مين بقى اللي هما طبعا اكيد churches اللي هي الجمعيات الخيريه charities sure اللي هي جمعيات الخيرية get money they need it's also good to not back the community it's also وهو أيضا نقط نقط باك يا ترى إيه الكلمة اللي هتنفع give back ولا تاني give back ولا friend. طبعا ما فيش غير give هي اللي هتنفع give back يعني يرد الجميل للمجتمع بتاعنا my advice to not is to volunteer and help if you can my advice يعني النصيحة بتاعتي to not لمين بقى مش فاضل معايا طبعا غير الكلمه اللي هتنفع ليه هي تينيجرز اللي هم الشباب يعني المراهقون يعني يبقى تينيجرز از تو volunteer اند هيلب اف يو كان يو ويل انجوي ات تعالوا بقى ننتقل لكويشن 4 السؤال الرابع اللي هو الباسج او الفقره بيقول لي read the text and the answer the question بيقول لي راس محمد ناشونال بارك محمية راس محمد از وان از اون ذا ريد طبعا تقع على البحر الأحمر It is a fantastic area وهي منطقة رائعة for locals للناس المحليين هناك and tourists وللسياح to visit إن هم يزوروها The beautiful area المنطقة الجميلة دي on the Sinai Peninsula في شبه جزيرة سينا is famous its sea life مشهورة ب المفروض في مصفور هنا بحياة الحياة البرية سوري البحرية

and it is a great place وإنه مكان رائع for bird watching لمشاهدة الطيور. Lots of visitors الكثير من الزوار can ride boats يركبون المراكب or swim and snorkel أو يعوم أو يغتصوا in في البحر. تعالوا بقى ننتقل للأسئلة طبعا بيكون عندنا نمطين من الأسئلة يا ولاد سؤال اختياري وسؤال مقالي ثلاثة اختياري واثنين مقالي بطلع إجابتهم من التكست أو النص. تعالوا نشوف اللي تشوز ذا كوركت انسر نمبر 1 بيقول يو كان رايد نوت ذا رايد بوتس ترينز بلينز دونكيز طبعا سؤال بسيط وسهل يا اولاد طالما انت في البحر مش هينفع غير رايد بوتس تركب القوارب مش هينفع قطارات ولا طيارات ولا حمير طبعا نمبر 2 بيقول لي يو كان سي كورال نوت اند لوتس اوف كلر دي فيش طبعا سؤال سهل جدا وبسيط جدا كورال بليف ولا كورال ريفز ولا ليفز ولا ليف طبعا كورال ريفز اللي هي الشعاب المرجانيه نمبر 3 بيقول ذا راس محمد ناشونال بارك از اون ذا بتقع فين بقى محمد راس محمد يا دي اولاد ديد سي البحر الميت ريفر نايل نهر النيل ريد سي البحر الاحمر ولا ليك ناصر السؤال موجود بالنص فوق عندي اللي هو ريد سي البحر الاحمر كويشن 4 بيقول وات كان فيزيتورز دو ات ذا ناشونال بارك يقدروا يعملوا ايه في الناشونال بارك بص هنا صار الخبر يقول لي ايه اللي قبل الاخير هنا لا الاخير لوتس اوف visitors كان رايد بوتس اور سويم اور سنوركل ادي الحاجات اللي يقدروا يعملوها دي اجابه 4 5 بيقول لي وات از راس محمد ناشونال بارك في فور مشهوره بايه بص بقى بيقول لي فيموس It's سي uh, لايف warm water اند اميزنج ويذر وكمان ممكن نقول له ايه uh, كويس كده خلاص دي اجابه نمبر 5 Question 5 السؤال الخامس بيقول لي بوت ذا ووردز ان ذا كوريكت اوردر عايزين نرتب الجمل دي نمبر 1 بيقول لي بيلت ذا بيراميدز زي جرانيت ويز آه عايزين نرتب الجمله هنبدا بزي طبعا هقوله ايه هات آه نكتبها وخلاص معلش آه لا ماشي نرقم نمبر 1 هتبقى زي دي هتبقى نمبر 1 زي هنبدا بيها عايزين بعد منها فيرب او فعل زي بيلت يعني هما بانو زي بيلت ذا بيراميدز ذا بيراميدز الاهرامات ويز بي جرانيت اللي هو حجر الجرانيت يبقى they built the pyramids with granite. Number two بيقولي a train set my favorite toy was هنبدأ ب my دي هتبقى number one يبقى my 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 ايه بقى؟ my favorite favorite toy يعني لعبتي المفضلة was كانت a train set a train set. way number three did و message و how و ذا و find و they how دي هتبقى نمبر 1 ده سؤال يا اولاد عايزين هاو ده الاستفهام بعد منها فعل مساعد اللي هو ديد how did how did they they نمبر 3 they find find 4 for, for the message 5 و 6 ده بالنسبه لنمبر 3 بعد كده السؤال السادس بيقول ريد اند كوركت ذا فورم of the words between the brackets عايزين نقرا السؤال ده ونصحح الكلمه اللي بين قوسين هنا نمبر 1 بيقول لي احمد didn't like tennis وبين قوسين بيقول لي really طبعا really غلط قلنا الكلمه اللي تيجي مع النافية يا اولاد اللي هي at all يبقى احمد didn't like tennis at all نمبر 2 بيقول لي we not وبين قوسين must to swim because there might be shark طبعا must يعني يجب طبعا هنا في قروش يبقى mustn't يعني لا يجب انه ان احنا نعوم هنا عشان في قروش كويستشن 7 السؤال السابع البنك يا اولاد اول حرف في الجمله اللي هو الاتش كابيتال وفي نهايه الجمله كويستشن مارك وعلامه استفهام لان ده سؤال وفي الاخير هنا الباراجراف هسيبه لكم هوم ورك بيقول لك يور فيزيت تو ذا زيارتك للمتحف وعندنا هنا كلمات تساعدك هسيب لكم السؤال بتاع الباراجراف هوم ورك يا اولاد وبكده نكون وصلنا معاكم لنهايه حل النموذج الاول في المراجعه النهائيه الفصل الدراسي الثاني كونكت 6 2024 انتظرونا في حل نماذج اخرى كتير جدا متوقعه ان شاء الله جود باي